In this video, we will study the lesson 7 and 8. Language use. To ask about what someone is wearing. What are you wearing? I'm wearing plus clothes. Example. What are you wearing? I'm wearing a blue coat. What is he, she wearing? He or she is wearing plus clothes. Example. What is she wearing? She is wearing a yellow sweater. Now, look, listen and say. من أجل الاستمرار في التطوير وتقديم محتوى متميز، يمكنك استكمال هذا الدرس الآن بشكل حصري. بادر بالاشتراك في برامج دعم القناة من خلال المشاركة في أحد مستويات الدعم الخاصة بالقناة. دعمكم يساعدنا على الاستمرار وتحسين جودة خدماتنا. نذكركم أن هناك العديد من الفيديوهات التي ستظل مجانية. وأن هذا الدرس الحصري سيتم نشره قريباً. شكراً لكم على متابعتنا ودعمنا.